السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بون. الو، السلام عليكم. ايوه انا. خلينا على طول نقول ملخص المكالمه. هو عباره عن الشركه اتصلت بيا زي ما انتم شفتوا وسالتني عن ان انا ارضى ان اشتغل معاهم في شغل الافلييه. طيب في الاول عايزين نتكلم عن ايه هو شغل الافلييه. افلييه هو ان شركه تديك منتجات. لا مش ده الافلييه. الافلييه هو ان الشركه او انت تشتغل مع الشركه في انك تبيع لهم منتجاتهم وفي مقابل ذلك انت بتاخد عموله. طيب احنا هنتكلم عن ده بشيء من التفصيل. طب ايه هي الشركات الموجوده في موضوع الافلييه ده، او ايه هي الشركات اللي بتوفر لك موضوع الافلييه ده؟ اي شركه في العالم في بيع المنتجات، او 95 او 99% من شركات العالم في بيع المنتجات. طيب انا ازاي اقدر اشتغل في شغل الافلييه؟ عن طريق انك بتخش على اي شركه من الشركات، مثلا سو دوت كوم او جوميا او امازون او اي حاجه، بتخش وتلاقي في الاخر او في اخر الصفحه كده جنب الكونتاكت اس او اتصل بنا، بتلاقي موجود بيكام ان افلييه او افلييه. المهم انك بتخش عليها وبتبقى افلييه في الموقع. الموضوع كله عباره عن حاجه بسيطه جدا، ان هم بيدوك رابط لاي منتج انت عايزه. طبعا في انواع الافلييه، في انواع انك مثلا ممكن تشتغل في الافلييه انك تبيع اكتر من منتج وفي مقابل ذلك بتاخد المنتج ده مجانا، او انك بتبيع المنتج وفي مقابل ذلك بتاخد نسبه من ثمن المنتج بتوصل من 5% ل 10% في الحدود دي على حسب الشركه. هل في ناس فعلا بتحقق فلوس كويسه من الافلييه؟ ايوه في ناس كثيره جدا بتحقق فلوس كويسه جدا 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 من الافلييه، ولكن في شركات محترمه وشركات ضعيفه. انا هسيب لك اسفل الفيديو باذن الله بعض الشركات الكويسه جدا اللي تقدر تتعامل معاهم وبيدفعوا لك الفلوس بشكل يومي وبشكل شهري، او يعني شركات مضمونه جدا انك تقدر تتعامل معاهم. مش هسيب لك شركات صينيه عشان ساعات بيبقوا مش مضمونين. ماشي يا باشا، ان شاء الله اشوف الموضوع ده وباذن الله هرد على حضرتك. تمام، مع السلامه. وبس كده، هو ده اللي كنت عايز اقوله في فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو ياريت لو عجبك تعمل لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو كنت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك. هو كام شير وتوصلوني ل 6000 سبسكرايب. شوف الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.